سيسا اش كديروا نتوما مسخين؟ سيسا سيسا كتردعي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان اخواتي، صباح لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم مع القطه. كما كتشاهدوا معايا اخوان، شحال هادي ما درت لكم فيديو على القطوط، لحقاش كان عندي العطلة والسفر. الحمد لله سافرنا شوية ودارنا شوية حتى حنا ارتاحينا شوية. كما كتشاهدو معايا القطوط هاهما تبارك الله باقي كلهم كاينين، كلهم باقيين عندي القطوط. خورني اللي صورت لكم ديك النهارات هاهما كاينين هنايا، هما الحمد لله راه كبروا تبارك الله، هما خمسة. كنتمنى يا اخوان تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشاهدو معايا اخوان، هادي شحال مدرت لكم فيديو، تقريبا شي 10 أيام دابا، مبقاش عندي انرجي باش ندير الفيديو، وحقاش سافرت نيت مبقاش عندي الوقت. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش يا اخوان باللايك لهذا الفيديو، الله يجزيكم بخير. كما كتشاهدوا على القطيطه سيسا، هي زعما لاباس لاباس عليك، كي دايره؟ كترضع الوليدات؟ كيرضعوا الوليدات؟ كيرضعوا الوليدات؟ لاباس عليك. كما كتشاهدوا معايا اخوان، القطيط هو داك الشباب نصراني، والاخر هو لهيب، والاخر هما كاسين لهيب كيتسارو. المراه لاباس عليهم الحمد لله. تحياتي الناس اللي ديما كيتبعوني ويتفرجوا فيا ويديروا لايك للفيديو. شحال من سؤال يا اخوان كيجيني على القطوط في التعليقات، يقولوا لك ودي اخوان القط عندي تفقد الشهيه، ما تاكل ما تيشرب. معلومات يا اخوان، اللي عنده القط ما تاكل ما تيشرب، فقد الشهية، فقدان الشهية راه أمر مرض خطير يودي إلى الموت. هذا هو المرض اللي فيهم خايب، فيهم المرض خايب هو فقدان الشهية، والعينين كيضروا مساكن. هذا ماشي كين باغي يرضع، باغي يرضع عجينة، باغي يرضع حبسو عليه. بالنسبة يا إخوان، طريقة باش تعالجو القطوط اللي عندهم، كاين واحد السيرو كيتباع في فماسيان، تمشي عند فماسيان نقول لهم ودي إخوان عند القط كفقد الشهية، كيعطيك واحد السيرو. كان عندي سميتو ونسيتو، روموكسير ما عرفت سميتو. المهم هداك السيرو كيحل ليهم الشهية شوية، والزيت البلدية وشي بيضة تكون بلدية تا هي، خلطوها مع الزيت وشربوها ليه، راه الحمد لله إن شاء الله يولي لاباس. وداك فقدان الشهية راه صعيب بزاف، مي كيتسمو راه متبقاش مساكن، متيبقاوش ياكلو مساكن، داك هو اللي كيقضي عليه هما فقدان الشهية. المهم يا خواتي، شنو غندير لكم شي فيديو يكون مزيان على فقدان الشهية، حيت دابا ما عنديش الوقت، هضرة فقط من النعاس ما قيم مستوعبش كنقول كاع. ان شاء الله يا خويا ندير لكم شي فيديو، ان شاء الله طلبوا لي في التعليقات بغيت ندير لكم فيديو على فقدان الشهية، ان شاء الله ندير لكم فيديو طريقة كيفاش تعالجوا القطوط ديالكم. تبارك الله عليكم، ما تنساوش بالجيمات ديالكم واللايكات، بارطاجيو هذا الفيديو. الى وصل هذا الفيديو 20 لايك غادي ان شاء الله ندير لكم، لو وصل هذا الفيديو 10 لايك غندير لكم فيديو على طريقة إنقاذ القطط من فقدان الشهية والعينين إن شاء الله. وتبارك الله عليكم، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.